أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. خادم الحرمين الشريفين يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس وتبرع المملكة $200 مليون لأوقاف القدس ووكالة الأنوروا. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ورؤساء العراق ولبنان وتونس. إعلان الظهران يؤكد على تعزيز العمل العربي المشترك ويدين استهداف الحوثيين للمملكة بصواريخ باليستية. سمو ولي العهد يستقبل رئيسي السودان وجيبوتي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. 12:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ونشرة مفصلة من القناة السعودية، أهلا بكم. اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية أعمال القمة العربية في دورتها 29، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران. وكانت أعمال القمة العربية قد انطلقت في وقت سابق اليوم، وتليت في بداية أعمال القمة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس القمة العربية السابقة كلمة أعرب فيها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئاسة الدورة العادية 29 للقمة العربية. عقب ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الكلمة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل اجتماعات هذه الدورة أن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيا لقمتنا التوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر والتقدير لعهد أخي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لما بذله من جهود مميزة خلال هذه الدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام جامعة الدول العربية ولكافة العاملين بها على ما يبذلونه من جهود. أيها الأخوة الكرام، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوق المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وإننا نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا القرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، وإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي للرفض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزا من أراضي فلسطين. وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، كما نؤكد كما نؤيد كل الجهود
الرامية للتوصل إلى حل سياسي الأزمة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وندعو المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل للوصول للمساعدات الإنسانية المختلفة في المناطق اليمنية ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كاملا المسؤولية حيال مشروع استمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن ونرحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية للصنع تجاه المدن السعودية تلك الصواريخ وصلت إلى 119 صاروخا ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة برهنت على أن المجتمع الدولي مجدد على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار نطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك وفي الشأن الليبي إن دعم المؤسسات الدولية مثل الدولة الشرعية والتمسك باتفاق الصخيرات هم الأساس لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب حضور الكرام إن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب ليتحالف مع التطرف والطائفية ينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية ونجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة لأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية ونرفض تدخلاتها السافرة في شؤون الداخلية للدول العربية وندين محاولات العدائية الرامية لزعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثل ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ ميادين القانون الدولي لمبادئ القانون الدولي وإيمان منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل تجزئة فقد طرحنا أمامكم مبادرة العمل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها كما نرحب بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية آملين أن تسهم في دفع هذه الثقافة العربية الإسلامية في الختام إن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصيبة رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما نصب إليه وشعوبنا من أمن واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى مكان جديرة بها في العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقد أكد عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة أن التهديدات الكبرى التي تواجه الأمة العربية تتساوى في أهميتها وتتطابق في خطورتها، مشيرة إلى أن تلك التهديدات تدعو الجميع لحوار حول أولويات الأمن القومي العربي، وتؤكد ضرورة دعم رؤية الرئيس محمود عباس بشأن القضية الفلسطينية. وأشاروا إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كبرى لما يحدث في سوريا، مؤكدين دعم إيران للعصابات المارقة في اليمن لتهديد أمن المملكة، مجددين الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة في إجراءاتها لصون وحفظ أمنها. هذا وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس، كما أعلن أيده الله عن تبرع المملكة لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. ليعلم القاسي والداني أن فلسطين وشعبها وجدان العرب والمسلمين، كما أعلن عن تبرع المملكة السعودية مبلغ 150 مليون دولار لبرنامج الدعوة الأوقاف الإسلامية في القدس. كما تعلن المملكة عن تبرع مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. بعد ذلك ألقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين كلمة ثمن فيها ما تقوم به المملكة لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية. شكري وتقديري لما تحدث عنه الآن خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق باسم الدورة أو الدعم أو المساعدات التي ستقدم للقدس، فهذا ليس غريباً عن المملكة، ليس غريباً عن جلالته، فالشكر والتقدير لكم صاحب الجلالة، خاصة وأنكم لم تنقطعوا يوماً عن مساعدة القضية الفلسطينية ودعمها، فالشعب الفلسطيني يقدر لكم كل هذا. وقد رأس وفد المملكة في قمة القدس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. هذا وقد أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها 29 قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران، أكدوا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تصون الأمن والاستقرار في بلدانهم. أكد إعلان الظهران مجددا على مركزية قضية فلسطين والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، مشددا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أدان الإعلان بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران 119 صاروخا باليستيا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، مؤكدا دعم ومساندة المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها ودعم ومساندة مملكة البحرين في إجراءاتها لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الأثمة. كما أعرب إعلان الظهران عن مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية، مشيدا بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة والإمارات لليمن وحرصه البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية في اليمن.
شدد على رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيا الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة. كما طالب الإعلان بإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها وفقا للقرارات الدولية. وفي الشأن اللبناني جدد إعلان الظهران تضامن القادة العرب مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته. وفيما يخص العراق جدد إعلان الظهران التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامته ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، داعيا إلى تحقيق المصالحة الوطنية عبر عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولا إلى عراق آمن ومستقر. وفي الموضوع الليبي شدد إعلان الظهران على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية وجهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقا لاتفاق الصخيرات، وأبدى أهمية تكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أدان الإعلان وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب الإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب مبديا استنكاره تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف وإدانته كذلك لأعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ماينمار. وأكد إعلان الظهران على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، ودعوة إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي للقضية، كما أكد تضامنه الكامل مع السودان من أجل صون سيادته الوطنية وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية. وأكد إعلان الظهران دعم جهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الرامية لتعزيز الأمن فيه باعتباره ركيزة من ركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أكد دعم الصومال لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى دعم جمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوارها لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030. كما أعلن دعم الجهود السودانية والصومالية والقمورية للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون. ورحب إعلان الظهران بدعوة المملكة إقامة القمة العربية الثقافية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وتقديره لجهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها. وأعرب إعلان الظهران عن شكره للمملكة ملكا وحكومة وشعبا على الإعداد المحكم للقمة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله قد استقبل في مركز الملك عبد العزيز الثقافي الدولي في الظهران بعد دور اليوم إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعا للمشاركة في القمة العربية في دورتها 29 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية في المملكة العربية السعودية.
ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين وقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية بهذه المناسبة. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في تغريدة عبر تويتر بالقادة المشاركين في القمة، قال: تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى والتعامل مع كل التحديات بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. هذا وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم مأدبة غداء تكريما لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية في دورتها 29 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران. كما حضر المأدبة أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار الضيوف القمة. التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وأجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين. كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وتونس في مختلف المجالات وسبل تطويرها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي. والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس العماد ميشيل عونة رئيس الجمهورية اللبنانية، يرافقه دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية وتطورات الأوضاع والجهود تجاهها بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس اللبناني. كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق وبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس العراقي. وعلى هامش انعقاد القمة العربية 29 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود تجاهها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس السوداني. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والمستجدات في المنطقة. حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والوفد الرسمي المرافق للرئيس الجيبوتي.
أصداء إيجابية واسعة حظيت بها كلمة خادم الحرمين الشريفين اليوم في قمة القدس، التي أكدت على موقف المملكة الثابت حيال القضية الفلسطينية. فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعا، هذا ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة القدس، حيث تبرعت المملكة العربية السعودية ب 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. اليوم أكد العرب في قمتهم 29 أن القدس قضية محورية بالنسبة لهم، وربما هذا الإعلان عن هذا الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت تسمية القمة بقمة القدس إشارة واضحة ومباشرة ورد كذلك على كل من يشكك أو يقلل من اهتمام العرب بقضيتهم الأم. وأكد مشروع إعلان قمة القدس في ختام أعمال القمة على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى هويتها العربية، وأن تبقى القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله استلم قفاز المبادرة وقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية لتسمية القدس عاصمة لإسرائيل. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أكد في كلمته الافتتاحية رفض المملكة العربية السعودية للقرار الأمريكي الخاص بالقدس، مؤكدا أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى. من الظهران اختتمت القمة العربية التي أطلق عليها الملك سلمان بقمة القدس، لتؤكد وترسخ أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب والمسلمين. من الظهران سلمان العلي. هذا وقد أشار سعادة السفير باسم عبد الله الأغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة في اتصال هاتفي سابق بالدور الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضية القدس واحتضانها لها. دائما المملكة العربية السعودية مواقفها واضحة ثابتة صريحة تجاه قضية فلسطين، تجاه القدس. السيد الرئيس محمود عباس وجه التحية للملك سلمان لكل سعودي لاحتضان فلسطين وقضية فلسطين. هذه هي مواقف المملكة، هذه مواقف الملك سلمان من ذاك الزمن ترجمة لسياسة الملك عبد العزيز آل سعود. الملك سلمان دائما يقول للرئيس محمود عباس نحن معكم، كنا ولا زلنا وسنستمر معكم. أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة عن المزيد من دعم المملكة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. أعلن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عن مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أنه رفع نسبة دعم المملكة الشهري للسلطة الفلسطينية من 7.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار منذ بضعة أشهر، كما تم الإعلان عن تقديم 70 مليون دولار تنفيذا لقرار قمة عمان لدعم صناديق القدس وصناديق الأقصى. واليوم سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن عن تقديم تبرع بمقدار 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لمنظمة الأنروا دعم التي تدعم وتساعد الشعب الفلسطيني الشقيق من اللاجئين منهم. كما أوضح الجبير أن القمة طالبت بتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، أدانت ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إرهاب ضد الشعب اليمني. أكدت على أهمية تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، وأدانت الحوثيين الميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لإطلاقها صواريخ باليستية، وصل عددها إلى 119 صاروخ باليستية اليوم إيرانية الصنع وإيرانية المنشأ، أدانتها بأشد العبارات
وكما أدانت ما تقوم به الميليشيات الحوثية من إرهاب ضد الشعب اليمني الشقيق، سواء في نهب المساعدات أو في الحصار التي تفرضه على المدن والقرى أو في استخدام البشر كدروع وغيرها من وعرقلتها للعملية السياسية. كما دانت القمة فيما يتعلق باليمن دعم اليمني الإيران للميليشيات الحوثي الإرهابية ومدهم بالسلاح بانتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 22-16، وطلبت من إيران الانسحاب من اليمن والكف عن انتهاك القرارات الأممية المتعلقة بذلك. بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن إعلان الظهران تناول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية. إعلان الظهران الذي يتناول كافة محاور العمل أو رؤية القمة والرؤية العربية للمشكلات التي يواجهها العالم العربي بصفة عامة، كان هناك ما لا يقل عن 25 بند تتناول كافة المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى القمة الثقافية التي أشار لها السيد الوزير. غادر عدد من أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية اليوم المنطقة الشرقية عقب مشاركتهم في القمة العربية في دورتها 29 التي اختتمت هذا اليوم في الظهران، حيث غادر صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني ممثل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والوفد المرافق له. كما غادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان والوفد المرافق له. بدأ أصحاب السمو والفخامة وممثلي رؤساء الدول المشاركة والمدعوة في تمرين درع الخليج المشترك واحد بالتوافد إلى المنطقة الشرقية هذا اليوم، حيث وصل فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي. ووصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. كما وصل فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو. ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، وكان في استقبالهم في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين. وهذا تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. خادم الحرمين الشريفين يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. خادم الحرمين الشريفين يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس وتبرع المملكة ب$200 مليون لأوقاف القدس ووكالة الأونروا. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ورؤساء العراق ولبنان وتونس. إعلان الظهران يؤكد على تعزيز العمل العربي المشترك ويدين استهداف الحوثيين للمملكة بصواريخ باليستيكا. سمو ولي العهد يستقبل رئيسي السودان وجيبوتي. نشرتنا انتهت، شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم على خير. شكرا لكم، إلى اللقاء.